شكون؟ والله فاش والله فاش اللي عينيك عيني كيدور ما شافنيش معاك كبير ما هضر معاك حتى شي واحد نوض لبس نوض شراسي راجلي نوض لبس دغيا ما كاينش غير تحليش الباب راه وجهي بكري شوفي هذا جوج كي غنشوهني مع ثلاث جيراني صيفط لك ميساج زعما قلت لك ما تجيش عرفتي ما تبقاش تخليني نخلنا في هاد الهضره شوفي شنو هذه دولتك راه ما غاش مشيت لما حقش بيه ماشي ما كتهضرش زيزون مسكين كدوي معايا غير الاشاره كنفهم انا مع كندخل كنقلب نشوف داك الحركات ديالهم وطالعك الله يسهل على باينه فيها بنت الناس بين طاغيه شي قلبها ابيض لك الفطوري راه ما تفطا وانا نبيل شي كامل هاس نوض نبيل نبيل ونبيل غدا كاين واحد الماتش زوين بزاف ان شاء الله ما بين فريق الميريا اللي كيستقبل فريق ريال مدريد اللي يلاه توج بدوري السوبر الاوروبي ماتش غادي يكون زوين بزاف انا كنقول انو ريال مدريد غادي تربح نتوما شنو تقولوا غادي نخلي لكم هنايا كود برومو في اول تعليق غادي تلقاو اللي غادي تكليكيو عليه غتمشيو تسجلوا غتدخلوا كود برومو هكا غادي تربحوا على كل 10 دولار كتحطوها كتربحوا 130 دولار حد اوفر للجميع فرصة ممتعة هاد الماريو كله روانتي كنجي كنطوي كنرجع كنلقى كل حاجة مرورة ما كنلقى حتى شي حاجة في بلاصتها واش غنبقى مقابلك بحال الدري الصغير وصافي انت راك عارفاني كي داير ملي كنبغي نجبد شي لبسة ولا شي حاجة خاصني نهبط كلشي يلا نلقى لبسة وحدة ياك سيدي وفي خبارك راه راجلي اللي راجلي وما كنطويش ليه حوايجه وشوف انت شحال عندي عزيز وغالي هذاك راه راجلك راجلك غير بالوراق اما انا راه الحب ديالك وكلشي وزيدون انا راه مكتدخلش ليا لراسي داك اللعيبه ديال المزوجه بواحد اخر من غيري انا راه كنبغي نشوفك معايا غير انا راه خاصك ديري معايا شي حل ياك سيدي شي كامل فك ومخبي ما قلتيهاش ليا يلا قلتيها ليا حتى دابا ايوا دير النفس و انا خلينا نشوف شي حل ونتجمعوا حليمه حليمه علينا من الهضره تعالي تعالي نوريك الجماعه راه الدار اللي ساكن انا واقف فيها زيد اجي جلسي هنا زيد الدار اللي ساكن انا واقف فيها مدام راه مولك راه قال لي غتخرج منها دابا راه خاصنا الفلوس باش ناخذ شي دار نكريو ونجي نتلاقاو فيها سينو ما غاديش نبقاو نتلاقاو شكون الو امشي غير نقضي واحد مشيت غير نقضي واحد الغراض انا غنجي دابا قريبه ها قريبه صافي انا راه ما بقيتش حملت واحد هذا ما كرهتش كون شديتو كون قتلتو يلا نوضي سيري ما غادي نمشي دابا وديري في بالك داك اللعيب اللي قلت لك راه مولك راه غيخرجني وصافي وانت زعما ما تخدم ما تحرك ما درت شي حاجه صافي راك ما لقيت الحاجه وما خدمتش راه ما كرهتش شد خاطري انا مشيت وبلا ما نجي عاوتاني نلقى الدنيا مرونه نبقى مقابلاك صافي سيري وديري بالك ديك الفلوس ولك راه غيخرجنا نبقاونا مريحين سميتك شغال فين كنتي كنت غير مع صحاباتي ونسيتي اليوم شنو هو شنو اليوم راه عيد ميلادك اليوم راه لانيفيرسير ديالك عرفت هذاك الشيء باش مارك كادو ديالك جويز لانيفيرسير صافي راه انا داك الشيء حيت كنت خارجه حيت صحاباتي داو ليا عيد ميلاد وسعداتك بهاد الصحابات هذا ايوا فقسيني في التصاور باش نعرف واش عيد ميلاد ديالهم زوين ولا هادشي اللي كنوجد لك انا غيكون احسن منه دابا التصاور ما تصورتش انا بتليفوني راه هما اللي صوروني سي صيفطوهم لي ونوريهم لك ولكن كادواتك باينه غادي يكونوا احسن من الكادوات ديالهم ايوا راه بغينا نمشيو نشوفوا الوالده توحشت الصراحه شحال هادي ما بقيت شفتها خاصنا نمشيو انا وياك عندها بصراحه راه اللي كاع ما بقيتش مسوقه كضل كاع النهار وانت خدام تنسيتي راسك واش مزوج ونسيتي تمك تفكر باللي راك مزوج وعطاني حنا وقتنا دابا ان شاء الله يسهل الله وغادي ندير واحد البروجي وغنبقى نقابلو غير ديالي هذيك الساعه الوقت اللي عجبني نخرج وقت اللي ما عجبنيش نبقى في الدار مزيانه هكا مزيانه مزيانه
ايوا اجمعين نوريك سيون بريز لاخرين اللي كاينين. خلي هذا مازال باقا شي حاجه اخرى كاين بزاف انا ما كبير وانا كنطلع. اجمعين نوريك يا ربي حمي سمحي لي يا خالتي على الدخل هذا. لا بنيتي مرحبا بك بنيتي رانا اشنقول لك بنيتي كنضل نهار كلونا ناعسه قلقت بنيتي قلقت. ايوا ندخل في الموضوع ما نكذبش عليك انا صيفط عندك محمد السمسار. مرحبا بنيتي مرحبا مرحبا ترحب بك الجنه خالتي ونتمنى من الله ان شاء الله هذا الموضوع اللي نقول لك نوليو عائله. وي بنيتي علاش لا وعلاش لا انا بنيتي هاد الدار انا خاويه كبيره كسبان عليا انا ساكنه فيها بوحدي بنيتي هذاك الشيء علاش جيتك على قبل الدار هذه. ايوا يكون خير ان شاء الله. هذاك محمد السمسار انا كنتعامل معاه شحال من عام هذا شحال من بنت كانت ساكنه معايا هنايا ومشات تزوجات قدام الربح على هاد العسبه عسبتي زينه. ايوا ما نكذبش عليك قولي لي بنيتي شنو بغيتي صيفطك محمد شنو. انا بنت العروبيه وكريت في الدار البيضاء واني الدريات شي خارج شي داخل ما عجبنيش الحال. اي بنيتي وغدا وتغدا يجي عندي الوالد ولا الوالدين يشوفوا داك الحاله نستقر راجع للبلاد وانا خدامه على والدي انا في حالهم مش راك عارفه كل شيء هالحاجه مسكينه مسكينه راك عارفه شويه من هنا وشويه من هنا. واش غادي نقول لك بنيتي اللي تقالت عليك خفافت عليا انا حتى انا رانا ساكنه عب وحدي انا معايا لا غاشي لا ماشي عب وحدي بنيتي ساكنه عندي خو وداك ولدي عندي ولدي وعندي واحد خويا كيجي يطلع ليا مره مره من العربيه يجيب لي زريعه. هاد ولدي اللي كنهضرك عليه مجوج مكمل حياته ومستقبل ديالو ولكن كل ولد راسو هاد الولاد ديال دابا ما تفرحيش بهم بنيتي. هذاك الشيء اللي كنطلبوا ليهم يجي مره مره تو عنده المشاغل ديالو تو مشغول ومشطون. شوفي بنيتي نقول لك انا غادا نكري لك ولكن عاد بحال كاريرك وصافي عسميه وما انا بالفرحات عليا تجي بنيتي كنطيب غتعلم من ياكل معايا داك الماكله اللي كنطيب. لا لا يخطيك خالتي انا ما تلقايش معايا صعوبه انا خليت امي في العروبيه نتمنى من الله تكوني امي في كازا. شي ملي عاوتي لي الظروف ديال والديك وهازه الحمل وهازه وعرفتك مرضيه انا غنجيك سنة من الاخر وغادي نسهل عليك كل شيء. انت انا خلصي معايا على الموضوع والمصروف والكرا علي انا مطيبه مطيبه بنيتي. لا لا يخطيك والدار انا عندي ما نخسر على خاويه وانا بالك كوني عطره ونكيل وكوني مزيانه وما عديك ما لا يخطيك معايا تبارك الله فيك الله يجعل ربي يسهل لك حتى انا ما توحديش معايا انا راه بنت الدار وما تلقايش معايا ولو صعوبه داك الشيء. اش غديري بنيتي نوضي جيبي لي عندك شي حويجات وجيبي تعني نوريك بعدا البيت اللي تبركي فيه. الله يحمد ولكن هاد الدار كلها ديالك. لا يخطيك الحال انت انا عاجبني لي عاد دروج ايه ايه ودوزي لي مره مره جفاف على الدار انا تشقى ندير كل شيء. ايوا صافي سيري خدي ديك الترونكي ويجي الترونكي حط الروس على بعضياتنا. الله يحمد الوالدين انا بنتك انا في كل شيء الله يرحم لك الوالدين. وسير بي فاش كتسنى راجلي قلت لك مشي نشوف امو عندك لا عندك تنسي لي الخمار جي لابسه واش منيتك ولا شافوك الجيران طالع يلا لبسو وجي سربي يلا سربي. اي هذا راسو قاصح غاولي جاب لي شي مشكل. احيا يا وليدي بحال ما عندكش امك لا ما تفكرنيش يا وليدي. وليدي راه الخدمه امي راك عارفه الحياه تسلفك على والديك وليدي وانت عارفه ام الخدمه كيفاش دايره كل مره كتجري في قنت مره انا في مدينه مره في مدينه وراه هاد الشهر جاي عندي ديبلاسمون غادي لتونس وراه حنا غاديين مع الوقت وصافي. واخا جيتي عندي ومرتك مالات هي ما جاتش يا وليدي هي انا شويه وقالت لك باغا تمشي للحمام وهذا قلت صافي خليها تهضر. ما عيطتش على والديها مال والديا ما باكش عندهم ما عيطتش عليهم وما مرضتش عليهم ولا انا مابقاتوش دايرني في اللائحه وكل ما لقيت هذيك الدريه مسكينه بركت معايا صيفطها ليا وسميتو السمسار قالك سكري عدي راه شغل لك وليدي جاتني عام بحال الخياله وليدي راه هي اللي منساني. الوالده الدريه انت ما كتعرفيها اصلها من فصلها ومدخلها عندك ما خافتي غدا ولا بعد غدا تولي قالت لك هنايا وتولي خارجه من ديالك هادشي كامل عندك في الدار ما تبقايش تثقي في الدريات. اويلي وليدي السمسار كنتعامل معاه شحال من عام هذا على انا اليوم عاد غيجيب لي الدريات والدريه راه معروفه بنت عائله والله يعمرها هاد الدار كل ما لقيتهاش هي. انت الوالده راه كتثقي بزاف وهاديك الثقه زايده عندك شي نهار غتندمي وكنقول لك من شحال هادي فيما كنجي كنلقاك كاريه لشي بنت كنقول لك هاد البلاد بعديها منك وهادي دابا انت عرفتي علاش شنو اصلها وفصلها. وليدي رانا ماشي دريه صغيره غدا نلحق وندخل وحده من الزنقه قلت لك راني جابها لي السمسار والدريه ملي شدت واحد السيمانه مشيت معها عند والديها والديها الله
مريم الدار ما خلاوا وليدي فين ما صابوش فين يحطوني. الوالدين مشيت عند دارهم وجلست مع والدي عاوتاني حاجه اخرى. اي اش نقول لك وليدي ونعمل اصول الناس اصلين كنا وليدي ما كنتش مجوج كون خدتها لك هي ديال النويه عمري وليدي ما تخليني خاصني شي حاجه ولكن وليدي انا معدي زهر وصافي نجيبوها المره الثانيه مبالا وليدي خليها هي عهنا معايا في الدار. اما اللي دخلتي تبارك عليا بلو 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 ما وجيتي لنا اتاي ما حطيتيش لنا حلوه ما حطيتيش لنا والو انا غادا نوم امونا اطردي الماء بنيتي ردي الماء حطي نوضي انت يا نوضي انا نايضه وليدي انا غادا نقول لها جدي ربي يصبرك الله الدريه وحطها على الجرح تبراهي وجبت لك واحد شويه ديسير غسلي وراه لي واخا وليدي واخا شحال قدو يبقى يشوف مرا لابسه الخمار كتطلعو تهبطو ولا يدوز علي ما مشقاش دوز من داك الجهه ما تبقاش دوز من حداه انا كل مره غنقرع عطاك لبسه في شكل باش غادي يعرفك وصافي خفاني تاكشي قلت لك القضيه صافي انا قلت لك عطيني الفلوس خلصوا واش ما بلا ما نجيو نبقى نديرو في الشوارع ما عطانيش ما عطانيش مين انا شنو نتنق عليه زيد يا خلينا دابا راه مع حجات عندي صاحبتي وديك صاحبتي دايره النقاب ومع قدامك غتحشم ما يمكنش لها تقلب في البيجاما وقولي لي صبرت تسنى ما غير ما جاتش في بالي معايا بيزونة مسكينة هانت يا حبيبة غير انا حل ما نمشي صافي نخرج حالتي يلا سلامة حبيبة ديالي كينا كتحشم كينا حشمت ومشات معاك كتحشم ما رجعي واش تكون جيتي للحمام لا والو مالك دابا غير حشمه جات عندي حشمه نخليها بوحدها ولا نقول لها سيري تنرجع ورا تقلقات عليك الوالده قالت لي علاش ما جاتش معاك قلت لها راه عيانه وبغات تمشي للحمام ايوا كنت غنمشي الساعه ملي جات صاحبتي مع عزيزه عليا راه ديما ملي ما كتكونش حتى كنجيبها كتبقى مونساني الله يعمرها دار هو مزيان لا ملي صاحبتي ليا ما بحال العيالات هادشي اللي بغيت انا بغيتك انا تبقاي بحال هكا وشوفي شويه بشويه تعلمي منها انت هي وديري الزيف وجمعي راسك واحد شويه حيت اليوم دنيا وغدا اخره ايه راه بصح راه مسكينه درويش وكتقول لي الله يهديك وكتبقى تقول لي دائما ديري انت الخمار كتقول لي ما كاين ما احسن من الستره وتقي الله الصراحه ونعم الصحبه باش نسولك واش هي ما كتهضرش زيزونه مسكينه كدوي معايا غير الاشاره كنفهمها انايا معاك ندخل كنقلب نشوف داك الحركه ديالهم والطريقه مزيان الله يسهل عليها باينه فيها بنت الناس باينه فيها ضريبه شتي قلبها ابيض وكتبغي الخير للناس ايوا صافي شوفي دير شي وقيته وعرضي عليها مزوجه هي بعدا ولا لا
مزوجات وصافي عرضي على اي راجل هنا ويجي عندنا الدار ونتعرف عليهم. لا دابا هما راه غيسافروا من هنا غتسافر وقت ما اجا صافي عرضوا عليهم ويجلسوا معنا. انا غادي لتونس عندي شي خدمه غنرجع ان شاء الله. تبقى تما وما عرفت شي 10 ايام تقريبا بحال هكا غير هو من نجي ديك الساعه ان شاء الله تكون معنا ونتلاقاو ومجموعين ونجلسوا وتعرفوا العائلات مع بعضياتنا ان شاء الله. قدروا نستافدوا منهم كثار. هي اللي كانت هي اخواني راجلات هو تبارك الله غيكون اخ وناخذوا منهم شويه ديال الدين. بصح انا غنوض نوجد لك ما تاكل غتكون عيشيه. يعني ليت على الوالده انا بغيت والو. انا نوجد لك الدوز ديالك غتكون معاك الصهد. بيكم نهار كبير هذا. ربي يخليك بنيتي واخا راني فقعانة عليك. غير مع الوقت وصافي. اويلي رانا بحال مهمتك. اويلي بنيتي رانا بحال مهمتك. انا ما توحشينيش ولا توحشي عمك. كنت واحشك ورا يلا كنت ناوي نجي عندك الساعه سبقتيني. ايوا انا رانا قلت بعداك انا ما شفتكش قلت نجي نشوفك. مرحبا بك. كي دايره منى لاباس عليك؟ الحمد لله اختي حليمه. كي غدا مع شي خدمه؟ وحنا غادي الحمد لله. لا والو نوضي عاودي معايا نشوف مرت ولدي راه واحد الشهر هي وولدي. مازال انت كتجي مازال هي شحال هادي ما شفتها. شحال لك نهارضي عليها نهارضي عليها الله يفرجها برضا ان شاء الله. ما نقولش لك رد عليا الباب بحال لا كان انا ما مزيانه خالتي تهلا يفيها نيت ربي ما عطاكش البنات حس بها بنتك. ويلي على بنتي هي اكثر من بنتي راه هي حياتي كلها راه هي عكازي راه مقابله لي ما نقولش لك بحال مقابله ما الله يرضي عليها والله يفرجها برضا. انت راك امي بلي خليك بنيتي انا راه حاسبك وحده من ولادي. الله يخطيك. ايه واش نقول لك بنيتي باقي ما جابش الله لا وليدات لا والو قنعتي وراجلك الراس في الراس. نهار غادي يوصل الاجل ان شاء الله غادي يجيو الوليدات. ايوا معليش هي بنيتي من حاجه بالاجل ديالها راه ماشي اللي كاين راه حاجه اللي كنتي فوقتها. سمحوا لي فين دوك اش دايره ما بغاتش ولا شحال من عام يعاد راجله اختي خلات براسها خاتي دير اللي بغات. ديالي عطيتي الدعوه عند الخاوي قالت لي تلقى حاضر في لافاش ما كاينش اليوم ضرب شويه شي ما كاينش من لافاش ولا عدوتي كاينه عندي ومعها واحد البنت. انا ديك صيفط لك ميساج قلت لك تعطل واحد شويه قلت لها ولا لا راه ما كتسلمش مسكينه. حيدي بنيتي الصهد عليك. لا هي مول البان دابا كتشتي دابا مع الشرجم محلول يعود يشوف الرجال ولا شي حاجه زيدوا لي ما كتبغي حتى شي واحد يشوف لي رجال لا عيالات. ما دويش هاويلي بنيتي تسيش تسيش لحق عكوزتي وهاد البنت كاري عندها قالت ليكم مصرفه بيكم دخلتوا لها الخطره تيش لاقاك مع زيزونه ويلي بنيتي مسكينه ما كانتش بحال ما هاد كتعرضت لواحد الصدمه من تما الهضره ما بقاتش كتخرج ليها. ايوا اش نقول لك بنيتي طيب لقينا دعوه الخير تال الصدمه واش بغيتي تيش تدخلي بحال هاد الانواع لدارك بنيتي ماشي مشكله خالتي خليها دير اجر تصحي لنا راجله ما يبغيش. لا ما تخافيش صافي هانتوما خلعتوها وبالعكس راجلي راه باغيها وعرف الله يعمرها هضر واخا تشوفها بحال هكا زيزونه ولكن راه بنت الناس وكتبغي الاجر وكتبغي دير الخير. صافي انا غنصلح لها. هي تقول بنيتي هي ما عجبتش الحال حيت منى كيبان لها الحمام من هادي هكا ماشي عادي. ابنيتي حيدي عليك هضر حنا العيال. لا راه هي بحال ما هكا راه حسوميه راه دابا حتى غتولف عليكم ملي غادي تشوفكم شي جوج مرات ولا ثلاثه غادي تولي تحيدكم. بغينا عاد تعرفوا عليها ونعرضوا عليها تجي عندنا وجيبي هاد المره ملي تجي. صافي حتى لهاد المره انا غنوض دابا نوجد لكم اتاي. صافي يلا نوض سيري معاها هاد السوميه يلا نوض سيري معاها سيري معاها دي معاك. لا خليها ابقاي 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 يا ويلي بنيتي هادي مالي اخوتي مغنبركي الكبيله. شوفي هذا جوج تي غنشوهني مع الجيران يصيفط لك ميساج زعما قلت لك ما تجيش عرفتي متبقاش تخليني خلينا في هاد الهضره. شوفي شنو هذه عدوتك
راه ما غاديش مشيت لما حقش بينا حيت تخنقت. لا صافي ديري وين غادي تخنقت ويلي وجهي اللي جات غتولي تيفاك ويلي ويلي رجع 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 سيري دير لي شي حل خرج لي عليا من هنا ما نلقاش نشوفو من هنا ويلي نخرج عكوزتي بغيتي نولي مكحله مع الدواسه داك النهار مشيت عندها على قبلك دابا تقول مشات تعمر لينا اتي خرجت ولا بدات تجري علينا كلشي كله انتي اللي بديتي تخبر عليا وشكون جبتي الفلوس كنتي غتقيد لي عندي تبقى تخيوم تقيد تخيوم انت اللي خاصك تمشي تخبر دير لي الخيمار دخلني لضهرك ويلي 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 واش على شو على خير يا مي غنسوه طلعي طلعي سير 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 اخرج غنقول لهم راه جات شي ابيل ومشات سير سير ويلي بغيت نقول ليه سير دوخني نبيل نوض نوض راه جبت لك الفطور يلاه نوض تفطر ونبيل هادشي كامل نعاس نوض نبيل نبيل ونبيل نبيل ويلي 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 مات ويلي غنلقى فيه يموت نبيل نبيل نوض غتسواني نوض نبيل ويلي فين ديريش غنضرب لا ويلي نهزت راسي خرجوا فيه ديال راجلي انا بنت الحرام انا واحد بنت الحرام ما كنسواش ويلي مني ولا منك يا ليام قولي ليا صهري قليل ولا انت عليا خبيتي كل ما نشد الحيل انا ونوقف على رجليا جيني ضربة منك بها ظهري تقسمي مني ولا منك يا ليام قولي ليا صهري قليل ولا انت عليا خبيتي كل ما نشد الحيل انا ونوقف على رجليا جيني ضربة منك بها ظهري تقسمي كتابي فيك حزين ودموع من الاول صفحة عجب وهم عليا مقدر ومكتوب فرقتي لحظة شنو هادشي؟ شنو هادشي؟ صافي بيبي انا اللي خطيك عليا كنت شي فين خدنا؟ انت ملي درت لهم بقاو تهرب واش درت شي معنى؟ قلت لك خاصني 5000 درهم شي بقيتي كاع بديتي عليا نبيل هات شوف صبر عليا غير واحد يومين بين ما عطاني داك المطمن داك المكلخ ديال راسي وغادي نجيبها لك الزين ديالي صافي بيبي لا خطيك عليا ما مديش عليا راك عارفاني ملي كنكون معصب كنعرفش راه شنو كنقول كنبغي نحكمك وصافي تهلاي ليا فراسك كنبغيك بزاف ماشي مشكل الكبيده ديالك انا كيعجبني هاد العصاب ديالك وحتى انا كنموت عليك الكبيده ديالي الله يخليك ليا حيت دابا حياتي الا ما عطيتيناش فلوس راه ما غاديش نلقاو باش نخلصو من الدار وما عندنا فين نجلسو نتلاقاو هاديك الساعة صافي غادي الماتش غيشوفيني ما غادي نبقى نشوفك من هاد الناحية ما عندك ما لاش خالي عندي لك واحد الحل زوين وعندنا فين غادي نتلاقاو تا اللي كنتي كتجي لابس خير لي طريقي كل اشوف كتابي العيش في الطين قوليلي يا دنيا اش من عار صرفتو فين عدوك انا ولا بيناتنا طارق بين شوفي في وجهي مزيان لنكون بغلط ليك كتابي فيك حزين ودموع من اول صفحة عذاب وهم عليا